بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن الآن في قرية الفقعلي، أحد قرى محافظة ينبع النخل، والتي تتبع إداريا لمنطقة المدينة المنورة. هذه القرية تبعد عن محافظة ينبع النخل بنحو 40 كيلومتر تقريبا، بين العيس، بين قرية العيس وبين قرية بواط. لا تبعد عن بواط إلا بنحو تقريبا 10 إلى 15 كيلومتر، أما عن العيس تبعد عنها بنحو 50 كيلومتر. وهذه القرى، قرى الفقعلي ورخو، كلها على نفس الطريق تقريبا، كلها تتبع لمحافظة ينبع النخل، لعل أبعدها قرية العيس. وهذه القرية كما ذكرنا لكم أنها تبعد عن قرية بواط بنحو 10 إلى 15 كيلومتر. وقرية بواط هذه جاءها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة ليقابل عير أمية بن خلف، والذي كان قادما من الشام محملا بالبضائع، وكان متجها باتجاه مكة المكرمة. فخرج له النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه من المهاجرين، وقدم باتجاه ينبع النخل حتى وصل إلى قرية بواط، ولم يلقى هنالك كيدا، حيث مرت القافلة دون أن يحصل أي قتال. ثم انتهت هذه الغزوة بلا قتال كما ذكرنا، وكانت في السنة الثانية من الهجرة، وتحديدا في شهر ربيع الأول. والله تعالى أعلم. أنا معكم من هنا من قرية الفقعلي، والآن متجهين باتجاه قرية بواط حيث موقع الغزوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.